عارفه شو في بالكيس؟ اكيد مش شوال سكر. بس شيء يخوف عن جد صح؟ بتاكل بس مش لولو. اي لولو اي لولو نايمه مكومه زي الكعكه. قومي اثبتي براءة. لا عبد الله مو بحجم لولو. جبنا لكم رمسي معتبر وزنه 9.5 كيلو. اول شيء مرحبا بطيف ومرحبا بروان، نورتوا لليوم بالمفرق. تحياتي لاهل المفرق بالتحديد. هاي من جمال ايش بسموها هاي المنطقه؟ الواحة السوداء. الواحة السوداء، الجوهرة السوداء. الجوهرة السوداء بتجنن الصراحه. صراحه حلو. انا بحب الحجار البركانيه وكثير مبسوطه بالجو. خلنا جوله روعه صراحه. احلى شيء اللي هو انه الشمس غايبه بس يعني مأثر الاضاءه علينا شوي، بس مش مشكله يعني الحمد لله. يعني فوائد قوم عند قوم مصائب. يعني احنا مكيفين الشمس غايبه، المصورين مش عاجبهم الموضوع. عشان يطلع اللون واحد بس. ايه حتى اللون عندي اختلف. الغيوم مره هسه بتروح بصير شمس هسه بترجع. يعني المشاهدين هم اللي منورين الحلقه والموجودين طبعا. طبعا خلينا نبلش بالخروف. شو رايكم بالخروف؟ قال خلينا نشوفه اول. الله يستر. خروفنا رمسي ذبح طازج بوزنه 9.5 كيلو، بس شيء خرافي. يعني لو بدنا نقول للمشاهدين الطبوش والله ما بيجي قد ليته. لا طبوش صراحه. طلع كيف فخدته مرتب. خلينا نعمل له تقطيع مرتب عشان نشويه بالفرن. هاب والله عبد الله الفرن عم حبيته انا. وبرميل. برميل اوكي. اخذت البرميل حقه 5 دنانير. هنعمل له دعايه. عملت له فرن ب 50 دينار. قصقصته وعملت له هاي القاعده. هسه هاي القاعده بندخلها جوا بس نظبط الفحمات وبنسكر الباب. له تهاوي من فوق والجناب. يعني فكرته حلوه وسهله. لا اي حد عنده الميزان. ايش حراره عشان اعرف حراره الفرن كمان. هاي عادي بنشرها من اي محل مواد بنا، ادوات منزليه موجود. يعني راح تقصدره وتحطه على هاي. له صينيه هي عندي. بس بحطه بالصينيه ومع الخضار وشيء مرتب. انت شو عملتن اليوم؟ بدنا نعمل مشروب تمر هندي. كلنا بنحبه برمضان وبر رمضان بطريقه سريعه. نعم. ومعنا طيف طبعا دائما مبدع بفنياتها الحلوه. شو عملت لنا اليوم المكان حلو؟ شف يقول لك لهبه رياح الشمال العطر فاح من حسنها سميتها ام الجمال. طبعا هذول الابيات لاهلال الشرفات. طبعا الشرفات سعيد اهل الجبل كلهم هذول سكان منطقه ام الجمال. انعم واكرم والله. اي والله ونعم. طبعا المنطقه معروفه بحجارها السود اللي هي البركانيه السوداء. يسموها حتى البحيره السوداء او الجوهره السوداء. لا مسميات فعلا. هي مميزه جدا غريبة جدا يعني. والحلو انه يعني هيك مناطق بالمملكة يعني التنوع اللي بالاردن شيء رهيب صراحة. فخر لنا والله. يعني الصراحة مبسوطين كثير في هالمكان. خلينا نبلش شغلنا. الخروف طريقتي جربوها كثير روعة. هسه بعطيكم المكونات كاملة تاعتها. تقريبا انا عندي هون بالحطب باخذ 2.5 ساعة، بس بفرن البيت 1.5 ساعة، 2 الا ربع، 2 بالكثير. بس لحمته بتتنهنه يعني بلدي تمام. مربع الدلال كمان. يا سلام سلام. خلينا نبلش بتتبيلة الخروف. يلا. المفرمة السحرية. المفرمة السحرية. بالبداية عندنا يا ستي اللي هو الليمون. بنحط 3 اسنان. خلينا نعمل التتبيلة بالأول. أيوه بعدين نحط بالصينية خضار. تمام. عشان تشبع النكهات. هاي تتبيلة الخروف عبارة عن ثوم، نص ليمون بقشرها، حبة بندورة أو حبتين ما بتفرق، شطة حطوا شوي لأنه على الشوي بتروح شوي مش كثير بس نكهتها بتضل. بصلة بدون ما حكيت. البصل ما حطيت بصلة كاملة أنت. لا نص بصلة. نص بصلة. طيب وعندنا فلفل أسود مطحون، أو إذا عندكم بالبيت خلاط يعني بكون على الكهرباء اسرع، بتحطوا البيبر اللي هو الفلفل الاسود حب. اطيب بيطلع صراحه عشان بيعطي طعم فريش. فريش بالضبط. عندنا بهار مشكل اللي هم 7 بهارات بيجوا مطحون جاهز. هي درنا. وعندنا الكركم عشان يعطي لون. الله يبارك. هي الزيت ملح حسب الرغبه. وبنخلط. بسم الله. طبعا البندوره ليش حطيتها انا؟ بدل الصلصه. بدل الصلصه فريش. بدها هاي حيل عشان ما تضلها ماشي. لسه كلهم بالخلاط بروحوا. طيف بلشت الرسمه تبين ملامحها. بلشنا. الله يعطيكم العافيه. خلينا نشوف عبد الله شو جهزت. عبد الله يا ستي جهز لكم الصينيه تاعت الخروف اللي هي خلينا نحكي خضره، يعني جزر، كوسه، بطاطا، هاي تحت الخروف بكونوا، بهارات صحيحه، ثوم، هاي الشغله عادي يعني مش راح، بس ثوم بعطي نكهه للخروف لما ينطبخ. بدي افتح الخروف من هان عشان اعرف افسخه بالصينيه تاعته. هي هيك. بسم الله. بعرف اوقف انا هيك، راح افسخ ايدي مش راح افسخ الخروف. هي هون فسخناه، نفسخ من هان. هاي فسخناه، طبعا مغسول الخروف مظبوط، لازم نتركه شوي يتنشف. هسه خلينا نجيب الليمونه مع الملح، شوفوا كيف نعمل هيك. بموت باكل الليمون والملح. هيك وبندهن كله كامل. هيك احسن بدل ما نعمل مرتين. هي الملح شوفي لو الخلطه عليها ملح مش راح تعطيه الطعم الصح. والليمون بعطيه طعم. مع الملح والليمون تشرب اللحمه تمتص الملوحه مع الحموضه. هيك احسن شيء. طبعا مندهن الخارج والداخل كله كامل. نخلصه. هاي هيك خلصناه. نيجي لايش؟ تعالي انت هون وانت تعالي هون وتعالي هون. هاي خلطتنا. وشرب يا غالي. ودائما بنحب ننصح للي بده يعمل مثلا شيء عشوي على الفحم المباشر، يعني بدون وقايه زي القصدير او شيء، ما يحط التتبيله لانها هي اللي بتحرق الجلد من برا، يخليه على الشحم واللحم. اخر شيء لتستوي بتتبلها. هاي الطريقه عن خبره يعني بحكي لكم اياها. صح قد ما حرقت خرفان. يعطيك العافيه معناتها. هيك خلصنا الخروف من الداخل والخارج من كله، هيك تقريبا تمام. هسه جينا لفقرة الرز، معانا رز المندي. بننقع على حاجتنا ثلث ساعة، طبعا بده نقع، بعدين بنصفيه وبنشتغل عليه. خلي الرز هون. طيب هسه بدنا نعمل خلطة الرز عبين ما ينتقع ونرجع له. وصفتي تبعونا مظبوط. هذا راح تدعوا لي عليه الرز. عندنا بصله حمراء. هاي البصله. ندير هيك. يا سلام. عرفتي ليش قربت؟ يا سلام. فيش وسع الطالب. الله عليك. عندنا البهار الصحيح، عندنا لومي. هي 4 حبات على كميتي. عندنا ورق الغار. عندنا القرفة العيدان. عندنا طبعا هذول تحت ضايلات. هال حب، فلفل اسود، كزبره بودره، لا عفوا حب، كله حب، كله حب، كله حب. عندنا قرنفل حب، عندنا كمون حب. خساره اخذت الوصفه روان، ما راح اطبخ خلص، بس خلينا نعطيهم الوصفه كامله. وين 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 وين؟ شومر حب، حب تبعه مضبوط. ركزوا على الثوم، اهم شيء الثوم. راح الثومات، يا خساره. شطه طبعا طريقتي، كل مكان انا حاطة. هذا البرياني على طريقتي، ما حدش يقول لي لا خربتها. لا والله ما خربنا طبخات، بالعكس زيك يجربوها وشوفوا. هي سمن بلدي، بلدي يس. سلام، الهواء ما يخلوش شرقي. شو ضل؟ ضل ما ضل شيء، لا بدنا نحط زيت. زيت طبعا. شوفوا محلى البريك كيف، احلى بير من الزيت. انزل انزل انزل، انا حاسس في غاز تحتيه. وهي حطينا التسبيكه هي تاعت الرز عبال ما تحمص. شوف روان شو عامله. اليوم عندنا التمر الهندي، من اطيب العصائر ممكن نعملها في رمضان. الله يس. راح نحط التمر الهندي اللي هو بنشره هيك من عند العطار، راح نحط عليه المي. ايوه التمر الهندي فيه حموضة عالية، فلازم نكثر السكر شوي. نعم. وهسه بدنا نحطه على النار يغلي لحد ما يتكثف. احنا بدنا نعمل تمر هندي مركز، يعني بنعمله بنضبه بجزايز، شو بسموه؟ مرتبنات، مرتبنات، لا اكياس بالفريزر بالثلاجة، وبطلعوها وقت الاستخدام. فبدنا نعمله مركز. هسه بدنا اياه يغلي على الغاز تقريبا 20 دقيقة لحتى يثقل، بصير جاهز يعني. طبعا المي غليت، وخلينا ندير الرز. قبل الرز عندنا ماء الورد. فكرتها مكحله. ماء الورد مدحنه. مكحله مش مدحنه. ماء ورد وليس ماء زهر، ماء الزهر مالوش دخل. هاي عندنا بس ريحه البهارات حلوه صراحه. فوحت فوحت. طبعا الرز بعد ما نقعناه ثلث ساعه وصفناه. ودير يا معلم. روان اعطينا نصيحه، ولا انت بدك تكملي الوصفه؟ هسه خليني احكي لك. هون احنا عملنا طلعوا بعد ما غلي، طبعا طلعوا كيف صار قوامه. هذا اسمه اللي هو تمر هندي مركز، يعني بدل ما انت كل يوم تعملي عصير، فيك تعملي هذا وتخزنيه مثلا باكياس. عبد الله على قد كم عيلتك أكثر. مثلا اكياس جزايز بالثلاجه بالفريزر، بتصير كل يوم انت عارفه السكر، يعني فيش داعي انه الواحد بينعجق برمضان. انا مثلا سكر بحب اعمل العصير بالليل. صح. الواحد انه بكون عارف الطعم، مش تتفاجئ فيه على الفطور ينسم بدل ما كان. ما هي مشكله، هاي الشغله بتصير مفاجاه، يعني في ناس بتعمله طيب جاهز. بالضبط. بس دائما الاضمن زي ما اعطتكم الوصفه الشيف روان، انه هيك فرزوه وبصير تمام. هل بدنا نصفيه؟ طيب طيف طمنينا عنك. والله كثير هيك مندمجة ومبسوطة بالرسمة. الله يبسطك يا رب. والله عن جد الرسمة اليوم حلوة. أساعدك روان، بدك تصفي؟ بدي أصفي هو، بس لأنه صار ثقيل، هسه إن شاء الله بنزل كله. طب أنت حطيتي سكر ولا إيش؟ حطيت سكر لما قبل ما نغليه. أنا مركز على السكر زي ما أنت مركزة على الملح. هسه طبعاً هدول بعد ما نخلصهم تصفاية، هذا اللي بزيد ما بنكبه يا عبد الله، بنرجع بنرجعه على الطنجره. أيوة. شويه مي بس على قده المره هاي، شويه سكر، بنرجع بنغليه. برافو عليك. عشان يضل الطعم تمام. نعم. بعد ما يتصفى وكله تمام، ايش بدنا نضيف؟ انا بحب اضيف القصنص، يعني نص معلقه صغيره خلينا نحكي على هدول 400 جرام تمر هندي. لما صف يعني غلي مع اللتر المي، بنحط عليه معلقه صغيره، ما تكثروا عشان ما يمرمر. بالضبط، عشان اللون بس، ما لهاش دخل بالطعم على ما اظن، يعني بتعزز شوي النكهه. بدنا نشوف الخروف ايش صار فيه بعد ساعتين. غمض عينك، فتح عينك، بسم الله. زربه بس فوق الارض. الله. بسم الله، الله اكبر. هي سبحان الله، رقبه. شو طلعت بوجهها رقبه؟ شو هذا؟ قلت لك الرقبه الي. شو هذا يا زلمه؟ يا سلام، والله نار. خش باليمين، خش باليمين. يا سلام، طلعوا الرقبه. شو؟ طلعوه، طلع 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 لا 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 لا. يا سلام. لا يا شيف، لا يا شيف، حرام عليك، حرام عليك. يا تعودت يما سنكتكت اليوم. طب بالله عليك طيف، طيف مالك؟ صايتك طيف. طيف روحت قالوا لي. له له يا شيف روان اهون عليك. يا شباب. لا والله ما بتنهون يا مشاهدين، احنا مش برمضان بنصور، بسم الله. أفطرت؟ يا سلام. خلينا نظبط قعدتنا وبنطلع فاصل وبنرجع لكم. بطعم بنته أول. جيكم. بعدين إحنا. التهب لولو ورضعت لولو ووداها على امها على القطيع ورجع واحنا قاعدين نستنى. ما علينا ما علينا، الله يعطيك العافيه. طعم الشباب ختمه. بعدين الله يعافيكم. امسك لولو حركي، ايوه حركي، بعدين بنسكبهم. الله يرضى عليك يا روان. رضى قلبي رضى ربي. قبل ما تخلص صار لي ساعه بظبط قاعده. لولو مش مصدقه لانه واضح حليب طازه غريب عليها مرق الراعي. الله يخلف عليه يا سيدي. طب منيح والله، عبالنا الرضع. وين العلاقة الثانية؟ هو أنا إلي التين بس في واحدة شغالة. حل عن دفلة. تمسكي هاي عشان ما تنحل. أيوه هاي ما أنا بدور عليها من السكن. مش هيك تاعت المقلوبة، فككي منها هاي. بلاش نطير، ما ناكلش رز اليوم. خلاص يا لولو يا طيف ساعدينا. طيب نزلي الرز، سوي أي شيء. شوفوا شوفوا الرز كيف. يا سلام، رز مندي نثري. خلاص خلينا ظبطهم. يلا زدتها ورا. تعال لولو خليكي هون. لا تبلشي بالحكاكه، بدي اكلها بعد البرنامج. ما شاء الله. شفتي كيف الرز؟ الالوان الوان رهيبه. معلم مندي وفنان حركات. والله انت الفنان، لا ماليش. انا شيف طباخ. حكوا حب يفن بمعرفته يعني. صحيح. خلص يا عبد الله منيح، حلو والله. هو عشان نوسع للكبير. يلا 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 الكبير وصل. دخل دخل يلا يلا. والله يا اخوان ريحة الدخنة زرب زرب على الآخر. ما شاء الله. يا سلام. كان هاته لهون. طب معك معلقة ثانية، والله ودي أساعدك بس مش لاقي صراحة طريقة. طب اسمع روان، أنا إيش نيلي لي إياها هيك وأنا بصحصح. نيل يا غزيل، تفضل. كيف بنزيحها؟ سحب؟ سحسن؟ لا يلا بابا كده تتقطع. حرر. يلا خلص على قطعتين بنعمله. يلا هيك. الله شايفين؟ واو نهنه على الآخر. الصراحة مش قادر. بسم الله عليك. سلام. شوف منظره يا الله. عادي يا عبد الله، طلع ما أحلاه. اللحمة بدك احلى من منظر اللحمة فيها هيك. بدك البطاطا طبعا ولا شو؟ ما بوفر شيء. لا والله ظلم، سامحكم انا بس شو بدي اسوي يعني، هي طبختنا بس يعني مضطرين ناكل. اشتهينا اشتهينا يا شيخ. يلا لحظة الحاسة والله. لا تتفضلي بالله. طلع طلع طلع. واو واو هذا كان كتف. أول شيء عبد الله اليوم بدنا نحكي عن حافظة سانسون اللي هي ممكن تحفظ فيها الزيت، العصير، الخل، العسل. عندنا هون حنفية بتدور 360 درجة وبتحافظ على الزيت أو الشيء اللي جواتها من إضاءة الشمس وبتحافظ على البرودة. صراحة الكواليتي الخارجي يعني فعلا روعة، قوي جدا. عملية، بتحس في يعني إتقان في الشغل تاعها. أعطي طيف. أحلى طيف. هاي هيك تيست، بعدين الكمية كثير تنزل. أي تعديل. سكر سكر يا عرقي سوس. يسلم ايديكي. الله روعة روعة روان. تمام سكر عجبك؟ في أمور زاكية هيك ممتعة. طيف ممتعة بالعادة يعني، والله كل مرة بتبهرنا برسماتها الحلوة. والله يعني بهرتنا اليوم باكلك، وانت دائما ببهرتنا بوجودك، وجود طيف قبل كل الاكلات والاكلات تاعتك كالعاده. طبعا روان مبدعه بالاكل يعني ما شاء الله عليها، ما بتكسر. بس معانا بالحلو عشان نكمل الحلقه وتطلع باحلى صوره. ضيفينا قهوه بشرف. طيف قالت لي قهوه لما وصلنا القهوه بعد الاكل هاي. طبعا لازم باليمين. ايوه باليسار. يا سلام. بسم الله. ثقيلة شوية علي. بدها هيك. انت اصريتي تضيفينا القهوة، خليك على القهوة. يسلموا. يا عيني. هاي الشغل الصح. عشتي وانا ليا بعد. تسلم ايدك. احنا خلينا مستمتعين بهاي الاجواء. نعم. ونودع المشاهدين يا عبد الله. طبعا كالعاده يعني في اجمل اجمل اجمل، يعني كل ما بنحاول نوصل لمكان نقول هذا احلى مكان بيطلع فيه احلى. طبعا في بلدنا الاردن الحبيب واكلاتنا الطيبه. ان شاء الله كنتوا استمتعتوا يعني بالحلقه والوصفه من روان مني مع رسمه طيف. دائما معاكم مستمرين، بس قبل كل شيء بنحب ننوه اطلعوا من بيوتكم، زوروا الاثار، زوروا الاماكن اللي عندنا الحلوه بالبلد. مليانه هسه، خاصه الربيع بجنن. حافظوا على النظافه، يعني صراحه خشينا المكان هذا احلى استقبال من اصحاب المكان. هاي القارمه عادي مع الهواء والنظافه عندهم توب الصراحه. فنتمنى من الكل يعني يلتزم بالشغله هاي، لان هاي بلدنا لازم